عايز حضرتك بس تقولي الو. الو الو نادين. انت اللي قلت لنا طبعا اكيد يعني صوتها يا جابت العاليه اللي نادين عشان تقول لك على الهوا كل سنه وانت طيبه. ازيك يا نادين؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ احنا يا حبيبتي الحمد لله. مش كنت جيتي؟ ايوه انا نقصان كمان. فاكره كنت معانا قبل كده لسه بنحكي مع مامتك، كنت بتحكي على قد ايه دورها كبير ومهم، ويمكن اكبر دور في حياتك هو دور مامتك كابتن ايمان. ايوه اكيد مامي دورها اهم دور فعلا، هو اكتر واحده بتساندني في كل حاجه. يمكن يعني مامي حققت حلمها فيا بان انا اسافر اصلا امريكا وادرس والعب باسكت هناك، كانت حاجه هي يعني نفسها تعملها، بس طبعا وقتها مامي ما كانتش الزمن يعني البيرنتس عندهم قابليه ان هم يسيبوا ولادهم يسافروا برا لوحدهم، فهي يعني زرعت فيا الحته دي من وانا صغيره وان انا اعتمد على نفسي. وكانت دايما تقول لي يعني ابص للباسكت في كل حاجه. حتى لما جيت في السفر وكده كانت دايما طبعا فريق توقيت فتفضل تسبورت معايا، تقعد تتفرج على ماتشاتي، تقعد تحسسني ان هي لسه معايا في كل حاجه. فطبعا سبورت سيستم كده كده مهم معايا في كل حاجه. انت كنت بتتكلمي في فكره السفر، كانت اكتر واحده مشجعاكي مامتك. أيوة. خلاص هي ربت فوثقت في الاخلاق وفي التربيه دي، فسيبها يعني يعني في اي حته في وسط يعني في وسط 1000 واحد، انا عارفه ان بنتي دي ب 100 راجل او ب 100 ست. ده مهم يعني دي يعني كنت لسه بتكلم طبعا مع كابتن ايمان وبنتكلم على السبورت اللي بيقدمه الاسره وخاصه الام في انها تبني بطله بمعنى صح. دور المهم جدا في خلال يمكن زي ما بتكلم السنين الاخيره والسوشيال ميديا، ويمكن استخدام بعض الناس لسلبيات السوشيال ميديا، لكن كمان التراست والثقه اللي انت خدتيها اكيد دي اثرت عليكي بالايجاب في مشوارك كبطله. والجزء الثاني ان يكون عندك في البيت اكزامبل، عندك امثله موجوده، ده كمان دفعك بشكل كبير يعني. ايوه اكيد بالظبط. انت حضرتك عارف يعني احنا بيت اطفال يعني. صحيح. فطبعا وانا بكبر شايفه بابايا وبنزل النادي بسمع كله بيتكلم عن بابايا وانجازاته وحقق ايه، وفي نفس الوقت مامتي وبعدين اخواتي الاثنين بيلعبوا. فزي ما قلت في الاول هو اكننا اتولدنا في ملعب الباسكت، فهو الحته دي الحاجات دي اتزرعت فينا من واحنا صغيرين ان احنا نقدر نعتمد على نفسنا، وان احنا في ناس اصغر مني بتبص لي اللي انا مثلا ليهم اعلى وان هم عايزين يبقوا زيي، زي ما انا برضو كنت في حد يعني مثلا انا عاليه طبعا يعني دي اختي الكبيره ومثل وقدوه ليا في الباسكت، وكان نفسي الحمد لله قدرت اعمل كده ان انا اسافر بيها امريكا وارجع والعب في النادي. يعني علي اختي كبيره ويعني وبسالها وباخد رايها في كل حاجه كده كده يعني. جبتي لماما هديه عيد الام؟ جبتها والله فعلا. وعيد ميلادها كمان كان اول امبارح. يا روحي تبقى هديه واحده ولا هديتين؟ لا هي هديه واحده. هم هديتي بصراحه بتديها لك النهارده؟ لا هم ادوها لي يوم عيد ميلادي. يا روح قلبي. نادين بتتكلمي على كابتن عاليه كمان انها كان مثل. عايز اعرف بعض المواقف اللي كان فيها شد وجذب، ويمكن كان اكيد في مواقف حصلت في حياتك انت كان ليكي وجهه نظر معينه او الاسره ليها وجهه نظر معينه، كان النقاش عامل ازاي واليه النقاش ده عشان توصلوا لحل اكيد في مصلحتك وكمان من رؤيه الاسره ان يكون في مصلحه الاسره. تفتكري حاجه من دي؟ يعني مع بابايا اصلا بابايا ما كانش مشكلة السفر موضوع السفر طبعا تدخلنا كلنا يعني انا قعدت سنه كامله مع بابايا لغايه لما اقنعته بالمنطق بالاخر. صحيح. انا وهو اقتنع وقال لي سافري واعملي اللي انت عايزاه، وبالعكس بقى معايا جدا وان هو شايفني انا مبسوطه تاثير مامتك طبعا اللي انا عايزاه، وبقى ما فخور بيا باللي انا بحققه. صحيح صحيح. فقدرت ان انا اقنعه يعني كان ممكن يكون أصعب موقف. كابتن عليا كان ليكي دور في اقناع والد نادين بموضوع السفر كمان مش بس كابتن ايمان. عشان هي مرت بالتجربه دي. هو كمان انكل محمد يعني عشان احنا برضو من يعني انا هو كان قدوه ليا برضو من واحنا صغيرين قوي، كانت طنط ايمان وطنط مش عايزه اكبرهم يعني. لا هي كانت بتلعب زيها زي نادين كده يعني، وانا بلعب كانت لسه بتيجي النادي مع خالتها لسه في البدايه يعني اللي هي بتلعب معانا يعني الصغنطوطه بتاعتنا. وبعدين اخذت انا بقى نادين، فهو انكل محمد على طول حتى لما احمد برضو بيبقى في حاجه انكل محمد بيجي يقول لي كلمي معاه قولي له،
فنادين كانت كنت انا خلصت جامعه ورجعت، فكنت انا ببوش قوي في انه انت حد كويس قوي لازم تمري بالتجربه، انت لازم تطلعي لازم تروحي. فكان جالها سكولرشيب في سنه، وبعدين اونكل محمد عاصلك شويه وقال لا ومش هينفع، فكان خلاص الوقت راح. جت بعد كده فضلنا بقى احنا خلال السنه دي بنزن عليه انه لا يا انكل ويلا ولازم تروح، لغايه بقى لما السنه اللي بعدها على طول هو غالبا سفرها من زننا كلنا يعني عليه. خلاص مين غير الست غير الست اللي تعرف زي الست المصريه الاصيله يعني زي الست المصريه اصيله صح. وانت كمان يا نادين اعتقد البوش دوت كمان اداكي دفعه كمان ان انت يعني الوالد ما كانش موافق، كان خايف عليكي، البوش دوت واقناعه كمان اعتقد اداكي بوش جامد جدا هناك انك تحققي حاجه كويسه، وما شاء الله مشيتي بشكل كنت عايزه ان هو يكون براود يعني انا عملته، وان انا كان عندي نظره ان انا عايزه اسافر واحقق كده، فالحمد لله انا قدرت اعمل كده، فهو بقى نفسه اصلا مبسوط ليا. حبيبتي ربنا يوفقك يا رب، انا عارفه ان انت في يعني مشوارك لسه طويل، وعارفه ان انت طموحه عايزه تعملي حاجه، عايزه تعملي حاجه في اللعبه دي وتكوني مثل اعلى زي ما مامتك مثل اعلى كمان.